حلم سعيد لكل واحد عنده هدف عايز يحققه، ولكل واحدة تحدت الصعاب وقالت أنا لازم أكمل. قررنا إحنا وصناع الأحلام إننا نقف معاكم، هنسندكم لغاية ما تعدوا الظروف وتقدروا تسندوا نفسيكم. ممكن أعرف منك أنت بتحلمي بيه؟ إن أنا مش عاوزة ولادي يعيشوا العيشة اللي أنا عشتها. كان ده حلم بالنسبة لها إنها يتقال لها يا ماما ويتقال لي يا بابا. أنا بحلم إن أنا أكون بطلة في المنتخب. أنا ماليش إلا هي، ما طلعتش من الدنيا إلا بيها هي. كل كلمة لها صح، ممكن يكون الأهل وحشين معانا بس مش هينفع نكره. أنا نزلت أشتغل عشان أجيب الجنيه، ما جيتش رحت لحد وطلع الجنيه. أنتوا مش لمسة أمل، أنتوا لمسة حياة. دقت ساعة العمل. الحلم بتاعك ده مش حلمك لوحدك، هو حلمنا كلنا. صراحة الإصرار اللي عنده يعني أنت مثل أعلى مش للأطفال الكبار كمان والله. قصتك قصة ملهمة وهي قصة ستات كتير في المجتمع المصري. كل ما نقدر نعمل حاجة تساعد الناس إنها توصل إنها تكون منتجة زينا ويمكن أكتر مننا كمان، فده بصراحة مجهود يستاهل كل التقدير والدعم. بصراحة يعني من الناس اللي هم شغالين شغل كويس قوي مؤسسة الاتصالات، على أساس هم عارفين هم بيعملوا إيه ورايحين فين. بنخلف دارين ما ماتش وهي أتكمل مسيرة أبوها. أنتي مثال للمرأة المجتهدة المكافحة. أنا اتشرفت إن أنا اتعرفت عليك النهاردة، وإن شاء الله يعني نقدر نحقق لك حلمك ونعمل لها حاجة. حلم دليلة اتحقق. 100 فدان في القرية بزراعتهم احنا هنجيب محل، هندفع لك ايجاره لمدة 10 سنين. رحلة عمرة لتيتا امان. الله الله. الاحلام لسه ما خلصتش، هنكمل احلامنا بس بشرط ان حلمنا يكون حلم سعيد. برنامج حلم سعيد مع الإعلامي سعيد جميل، الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 9 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.